أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: هل يجوز لي أن أخرج العضد بالصيف لشدة الحر عند محارمي الذي لا يخاف منهم الفتنة وكذلك عند النساء، وهل يجوز إخراج قليل من الساق عند النساء؟ لا يجوز هذا لا عند النساء ولا عند النساء ولا عند محارمها من الرجال. لا يجوز أن تخرج إلا الأطراف، رأسها، وجهها، كفيها، قدميها، لا بس. أما إخراج العضد أو الساق هذا حرام، لا يجوز، لا عند النساء ولا عند محارمها من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ صالح، يعني بعض الأخوات وبعض النساء في هذا الوقت الحاضر يعني تساهلنا في هذا الموضوع، وخصوصا في المناسبات والأفراح. نعم، هذا منكر عظيم، والعياذ بالله، أنها على ما يقولون تتزلط، تذهب للحفل. نعم. وتخرج ظهرها وصدرها وتخرج ساقيها وعضديها، هذا من المنكر الذي لا يجوز إقراره، ولا يجوز للمسلمة أن تفعله. يجب على هؤلاء النسوة توبة إلى الله، تحفظ والاحتشام، وإذا خرجت من بيتها فإنها تستتر، تحتشم. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج هو إظهار الزينة عند الخروج أو عند الرجال، فلا تعمل هذا وهي مسلمة تخاف الله عز وجل. وإن كان هذا كثر في الحفلات وفي استراحات وفي الزواجات، هذا لا يبيح هذا العمل، بل هو محرم. وكل ما كثر فالتحريم أشد، وكل ما ظهر هذا المنكر ازداد إثمه وزاد نكارته. نعم.